على ذكر الطب والأطباء والمرضى والمعالجين، بنقول للكابتن أمير توفيق مدير التسويق في النادي حمد الله على السلامة. أمير توفيق خضع لجراحة كانت حرجة جدا، لا والله حرجة جدا، جراحة كانت ما تحكي للناس لو والطبيب. تعلمون، لو تعلمون، عشان الناس مش بتشوف ما وراء المانشيتات والأخبار. أمير كان من شهرين نصح إنه لازم يعمل عملية فوراً. كان عنده تسوس في جدار الأذن. يا ساتر، تسوس. تسوس، فهو ما كانش قادر ياخد أجازة يعمل العملية، لأن كان داخل على موسم انتقالات وعنده تكليفات، وقد وهيضطر يسافر مرتين أو ثلاثة، الله أعلم بالمدد. وفعلا ده اللي حصل، وقعد أكتر من شهر بره. وبمجرد ما انتهى وعودته من الجزائر، يعني راح الأول تركيا عشان يعمل حاجات، وكان بيتواصل مع البرازيل، وبعدين طلع على الجزائر عشان القندوسي، ولحقنا في اللحظات يعني الحاسمة إن احنا نحسم الصفقة. وعاد ما قالش لحد حاجة، إلى أن فوجئت بسأل عليه في المستشفى، كلمته قال لي انا لسه خارج من اوضه العمليات. العمليه استاذ ابراهيم عباره عن ايه؟ لما دخلوا يعملوا له العمليه قالوا له انت ازاي استنيت عن نفسك كده؟ التسوس دخل على عظم الجمجمه وبدا يثقب فيها، وقالوا له لو كنت استنيت 15 يوم كان هيبقى ممكن يثقب الجمجمه الى والله اعلم كان يحصل ايه. واتعمل له عمليه هقول لكم يعني المعاناه، يعني اتشال عظم وعمل ترقيع عظم، عشان يعني عملية معقدة وصعبة جدا، لكن في الآخر هو الراجل شعر ان عنده مسؤولية ولازم، ما قالش لحد حتى هذا الكلام الا لما فوجئنا وهو في المستشفى وبدأنا نسأل عن حاله. في الخارج مش كده؟ لا لا لا، هنا في مصر. هنا في مصر. هو ما عندوش وقت، كان يروح ولا يجي. ده تاني يوم ما رجع عمل العملية تقريبا او تالت يوم. فقالوا له انت جيت في توقيت يعني حرج جدا، والعملية بعد ما كانت ممكن تبقى ابسط كتير بقت بهذا التعقيد، لكن الحمد لله كمان. الحمد لله لحق قبل ما توصل لمرحلة الخطورة، والنهارده او بقى له يومين بالظبط عاد ليمارس عمله من جديد. فيعني ينبغي ان الامور الف حمد لله على السلامة، نتمنى له الخير كلنا. الف حمد لله على السلامة للكابتن امير توفيق.